ورجعنا للحلقة الخامسة من الموسم الثاني من مسلسل Rings of Power، واقدر اقول ان دي من احلى الحلقات في المسلسل، مش بس في الموسم الثاني. نقطة الضعف اللي دايما بنشوفها وهي الممثلين في الحلقة دي كانت مفاجأة، لان يمكن لاول مرة بقدر اتعاطف مع الممثلين اللي على الشاشة. الحلقة فيها احداث وتفاصيل كتير، بتبدأ باول مشهد للجبال اللي موجود في اعماقها خزات دوم في فترة غريبة فيها حزن للاقزام اللي بيفقدوا الامل في دخول الضوء لمملكتهم من تاني. بعد ما ناتار وكليبرينبور بدأوا يصنعوا خواتم للأقزام مقابل المثريل في الحلقة اللي فاتت، بقى عندنا 7 خواتم للأقزام. الملك دورين بيختار الأزرق وبيقرر يشارك الخواتم التانية مع باقي الأقزام، ولسه بيبحث عن حل وطريقة عشان يكتشف الأماكن اللي لازم الأقزام يحفروا فيها، وده كان سهل طبعا بمساعدة الخاتم اللي هيحللهم كل مشاكلهم زي ما سارون أو ناتار وعدوا. في المشهد ده بنشوف الملك دورين الثالث بيسأل نارفي في شك، فين الخاتم أنا مش لاقيه؟ نفتكر مشهد بيلبو باجنز في افلام لورد اوف ذا رينجز لما نسى مكان الخاتم واكتشف انه في الاخر كان في جيبه. Wait, it's here in my pocket. ودي حاجة بتتكرر مع الشخص اللي بيكون معاه الخاتم لما بتلاقيه في الاول ولما بيبعد عنك. وفعلا الخاتم بيساعد الملك دورين في انه يدخل الضوء من تاني لخزات دوم. بنشوف الشجرة اللي إلروند اداها هدية لدورين في الموسم الاول وضوء الشمس موجود عليها. وبنرجع تاني لقصة ناتار وكليبرينبور بعد غياب حلقتين تقريبا. كليبرينبور بيكلم الالفز والاقزام وان الخواتم هتساعدهم لاول مرة يكونوا اصدقاء من تاني بعد كره وعداء طويل بدأ في العصر الاول للميدل ايرث، كان بين اقزام النوجرود والسندرين الفز. بس كلام كليبرينبور محدش مقتنع بيه، لانهم حتى في المشهد ده بنشوفهم واقفين بعيد عن بعض. واظن اكتر حاجه كانت معروفه وانت بتتفرج في الحلقه وهي ظهور ابواب دورين، شفناها في الافلام قبل كده، مستحيل حد يدخل منها، كلمه السر محدش يعرفها غير الاصدقاء، وده مكتوب عليها فوق بلغه الالفز. التاج الموجود عليها وهو تاج دورين الاول اللي اكتشف خزات دوم، 7 نجوم شافهم في الوقت ده هم دول الموجودين فوق التاج. نارفي صنع بوابة دورين بحيث الكلام اللي عليها ما يظهرش الا بضوء القمر، ودي كانت فكرة ذكية طبعا عشان محدش يقرا اللي عليها في اي وقت، بس هي في المشهد ده باين عادي وهم مش في ضوء القمر ولا حاجة، فمش عارف هل ده الشكل النهائي ولا هم لسه مثلا هيضيفوا يعني سحر اخير في المسلسل. عموما هنرجع لبوابة موريا تاني في الحلقة عشان هنحتاجها. اكتر قصتين بحبهم في المسلسل هما الاقزام وجزء ناتار وكليبرينبور وهم بيصنعوا الخواتم، وفي الحلقة دي التركيز كان عليهم، بعدنا شوية عن الهارفودز والراجل الغريب، واظن ان ده ساعد فعلا ان الاحداث تبان ان هي فعلا في عالم واحد، كل حاجة بتحصل بسلاسة، مفيش اي بوز بيحصل كده لما بنروح لقصة الهارفودز او الراجل الغريب، تحس الوقت بيقف وبتضطر تمشي مع الاحداث اللي بتحصل معاهم حتى لو ما كنتش مهتم بيها، وده لان هم ما بيأثروش على اي حاجة بتحصل في العالم او الاحداث دلوقتي. يعني هات لي حاجة واحدة مثلا من اول المسلسل ليها علاقة بالهارفودز والراجل الغريب، الرحلة اللي كانوا فيها مع بعض من اول صناعة الخواتم وخزات دوم وبناء ادار لجيش من الاوركس اللي هيهاجموا اوريجين، مفيش اي علاقة بصراحة، وده اللي انا شايفه في المسلسل لحد دلوقتي. بنرجع لخطة سارون اللي مش باقي عليها غير اخر واصعب خطوة، وهي انه يقنع كليبرينبور بصناعة خواتم للبشر المعروفين بالضعف والجشع، ما يستحقوش خواتم السلطة. المناقشة اللي حصلت بين الاتنين كانت ممتعة، وكل واحد كان عنده اسباب شوية منطقية. ممكن تفكر مثلا ان عالم فيه وحوش الاوركس وفيه الالفز اللي عندهم حياة ابدية، الاقزام بقى عددهم وقوتهم يستحقوا خواتم، بس البشر لا، مش هيكونوا خطر على الميدل ايرث لان هم بشر ممكن تسيطر عليهم بالقوة. بس سارون ما كانش خايف من اي حد غير من البشر، وده فعلا حقيقي زي ما شفنا كده في العصر الثالث، اراجون اللي تحدى سارون نفسه. حاول يقنع كليبرينبور وبيقول له 3 اسماء زي بيرن، قصته كانت واحده من افضل قصص الحب اللي اتكتبت في عالم تولكن بين بيرن ولوثيان، الاثنين اللي قرروا يسرقوا السيلماريل من تاج موروجوث او ميلكور، كانوا بيحبوا بعض لدرجه انهم لما ماتوا الفالار اعادوا احيائهم من تاني عشان يعيشوا سوا. بيتر جاكسون كان مهتم بالقصه دي وشفنا نسخه تانيه منها في الافلام بين اراجون واروين. من الحلقه دي اخيرا انا مهتم بنومينور، دي مفاجاه ما كنتش اتوقع ان قصه نومينور في المسلسل اصلا هتبقى
تنفع من اولها، لان هي اتقدمت غلط بشخصيات سطحيه كانت بتقتل الحلقه بصراحه، عباره عن مناظر حلوه وبس. حتى انتهت بمؤامره ضعيفه بصراحه، وصلتنا ان فارازون هو اللي بيسيطر على نومينور اللي هيكون واحد من الشخصيات الرئيسيه بعد كده، ومهم اننا نشوفه بيتصرف بذكاء لانه هيأثر في احداث كتير الفتره الجايه. بما ان الحلقه كانت مركزه على الجدال اللي بيحصل في نومينور على البالانتري، الشيء الغريب اللي الملكه ميريل اول ما شافته شافت رؤيه دمار نومينور. البالانتري او الكور الزجاجيه اتصنعت من فيانور ابن فينوي ملك نولدور، كان عظيم في الحداده وصناعه المعادن. الالفز قرروا يهدوا البالانتري للبشر المخلصين في نومينور وحفظوها لحد وقت معين في العصر الثاني، وعشان ما احرقش اي حاجه في الاحداث فعدد الاحجار دي كانوا 7 في الميدل ايرث. حجر البالانتري تاثيره قريب لتاثير الخواتم لانه بيفسد العقول، صعب تسيطر عليه. سارومان لما استخدمه اكتر من مره حوله لجانب الشر والطمع في السلطه. البالانتري بتظهر الحقيقه والعالم الغيبي في نفس الوقت، حتى ساورون نفسه ما يقدرش يتحكم في رؤيتها، بس يقدر ان هو ياثر على الرؤيه عشان ما تكونش واضحه. وفي الكتب الحجر ده ما يقدرش يتوقع المستقبل، بس في المسلسل هنا بنشوفه بيعمل العكس، ودي حاجه بتتقدم لاول مره في رينجز اوف باور. كمان نسيت اقول لكم ان الاحجار السبعه دول بيقدروا ان هم يتواصلوا مع بعض في رؤيتهم، بس بسبب الدمار اللي حصل في احجار منهم ضاعت وفي منهم اللي اتدمروا. نومينور حاليا لازم اشرب ميه عشان انا زوري راح فيها مش عارف ليه. نومينور انا مالي صوته فيه. ايوه صوتي راجع تاني الحمد لله. ونومينور حاليا اتقسمت بين اتنين، التابعين لإلنديل والملكة، وبين تابعين الفرزان وابنه كيمن. في مشهد كده كله بيتكلم عنه، وبصراحة هو غريب، هل هم قاصدين يعملوا كده كإثارة للجدل يعني؟ بس ايه سبب ان هم يستخدموا ابواب موريا العظيمة اللي اتصنعت بحرفية لا مثيل لها في تاريخ الارض الوسطى؟ مجرد ترابيزة، لوح مكتب، حاطين عليه شوية ورق وادوات مش فاهم هي ايه. كأنك مثلا جبت الخنجر اللي اريا ستارك قتلت بيه النايت كينج وكانت بتقطع بيه تفاح قبلها، يعني هي حاجة مش منطقية الصراحة. قبل ما نكمل احداث الحلقة معلش بوقفك هنا، لو لسه مش عامل لايك يعني انزل اعمل لايك، اشترك في القناة، دوس على الجرس الصغير اللي جنبه عشان الريتش بيحتضر الفترة اللي فاتت دي في القناة، وبصراحة بقى عايز اوصل لل 200,000 سبسكرايبر. بنشوف رؤية جلجلد سمك في بحر ومفيش مية تقريبا، وهي دي رؤية من الخاتم. ايه اللي ممكن يحصل؟ المعركة اللي هنشوفها بين الالفز والاوركس في نهر ايريجين. الروند بعد ما جلادريال وقفت لمواجهة الاوركس في الحلقة اللي فاتت فهو مكمل رحلته بيحاول يرجع للندن عشان يحذر جلجلد من هجوم الاوركس. وبنشوف في الوقت ده الاقزام من تاني، وديسا وصلت للمكان المظلم اللي هتسمع منه اصوات هتعرف ان الخطر قرب والشر القديم استيقظ بسبب حفر الاقزام تحت الارض لاعماق خطيره وكل الكلام ده. بس انا بقى مش عارف هل هم اخروا ظهور وحش البالروج، لاننا شفنا مشهد كان لثواني في الموسم الاول وهي يعني لحظه استيقاظه، بس ما توقعش ان البالروج هو اللي ياثر على الميه بالطريقه اللي شفناها. ممكن يكون كائن تاني، بس بصراحة أنا متحمس أكتر للبالروج، فاستعجلوا بقى شوية. بما إن السبع خواتم هيتوزعوا على السبع ممالك للأقزام مقابل نص حصتهم من المناجم اللي بيكتشفوها، أنا طار وقتها كان بيعمل على صناعة خواتم البشر. وبنشوف ميردانيا بالغلط بسبب الخاتم بتختفي، بتشوف اللي بيتقال عليه العالم الغير مرئي، عالم الأرواح، بتوصف إنها شافت لهب بعينين وضباب، وده وصف للي فرودو كان بيشوفه في الأفلام. وطبعًا بما إن أنا طار في الوقت ده كان موجود في المشهد فهي اكيد شافت روحه، لان اناتار واحد من الميار اللي زي سارومان وجندلف بيكونوا موجودين ايوه في العالم المرئي، بس روحهم موجوده في العالم الغير مرئي، عشان كده هما ما بيموتوش، بيقعدوا فتره وممكن تشوفهم بيرجعوا من تاني. ميردانيا شافت الروح الحقيقيه المظلمه لسارون. طبعا اناتار بيستخدم قوته في التلاعب كالعاده، بيقنع ميردانيا ان الروح اللي شافتها هي روح كليبرينبور، وانه كمان محتاج معالجه، وشيء متوقع ان اي حد يتناقش مع سارون فهو بيقدم له كل الحجج، بيخليه يقتنع ان الاستنتاج اللي بيوصل له ده من ذكائه وتفكيره هو، مش من سارون او اناتار او هالبرند. كيمن بيهاجم الاثر او المعبد اللي البشر في نومينور بيعتقدوا انه مكان مقدس للارواح، والتمثال اللي موجود هنا هو الواحد من الفالار نينا، هي بالنسبه لهم الهه بتعبر عن الحزن والشجاعه. في المشهد ده بينتهي بان كيمن بيقتل فالانديل، ومن هنا اظن الصراع في نومينور هيكون مثير للاهتمام عن الحلقات اللي فاتت. وبعد تلاعب بقى من اناتار لكليبرينبور بيقرر ان هو يساعده اخيرا في صناعه خواتم البشر. الروند بيحذر جلجلد بان الاوركس مش في موردور وهم في ايريجن، وده حقيقي فعلا، بس جلجلد بيرفض لانه صعب يواجه سارون وادار لوحدهم، واكيد هيحتاجوا مساعده من الاقزام والبشر في
فينومينور. والاخبار بقى بتقول اننا هنشوف واحده من اكبر المعارك في تاريخ التلفزيون. مده الحرب دي هتكون 3 حلقات في 1500 اورك استعانوا بيهم عشان الحرب دي. مش 1500 اورك قصدي 1500 ممثل عاملين اوركس. انا بصراحه يعني مش عايز اعلي توقعاتي لان انا ما اعرفش ده هيحصل ولا لا، بس الاكيد اننا هنشوف معركه هيكون فيها الاوركس والبشر والالفز والاقزام. وبما ان مش باقي غير 4 حلقات في الموسم فاتوقع ان الحرب هتبدا من الحلقه الجايه، وعكس الحلقه اللي فاتت اللي كان تقييمي ليها من 5 ل 6 من 10، فالحلقه الخامسه من رينجز اوف باور يعني من 7 ل 8 من 10. صراحه دي احلى حلقه في الموسم الثاني لحد دلوقتي. بس المهم ان انا اعرف رايكم، هل عجبتكم الحلقه ولا لا؟ مستني ارائكم تحت في الكومنتس، خلونا نتناقش. لو وصلت لحد هنا في الفيديو ما تنساش ان انت تعمل لايك لان ده فعلا بيفرق جدا. لو دي كانت اول مره تشوفني حابب ان انت تشوفني تاني او تشوف تحليل لحلقات المسلسل، ممكن تشترك في القناه، تدوس على الجرس الصغير اللي جنب. انا علي اسماعيل، موجود على الانستجرام، بنزل هناك ترشيحات افلام ومسلسلات، فلو مهتم ممكن تعمل لي فولو. اشوفكم في فيديو جديد، اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير. سلام.